بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الكبرياء والعظمة، والصلاة والسلام على النبي المتواضع وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس كبائر أو الكبائر. سلتلالك وانجلوج كمنا يمنا ورابت عصرزت أنياو كفلنو يميهونو والديمان واندمنا أهتجي حقيقة النزيه تلالك وانجلوج عندك اللالو يأينا تشو بزوكزي بهو تاتشن بنا الفم كبار النتاتشو اندالي كويانال عدقاهم اندالي يميهونو النزيهين تلالك وانجلوج بدقامي أو كان أتشو لنرك أتشو يقبل لنشاش أتشو يقبل عدقين يتسلهنو يتوسنوت دنيا آخرات شنن اندال لا يتفو بنا يتوسنوت دنيا بيتشات اختو بنا آخرة ليلك تعطي قابزونا يدارقونا النزيهن ما وكينو ربنا النزيهن ما تنككنا مراكينو ربنا سناكنو لنركه سناكنو لنتنككو يمنشلو كالاوكنو قن لنزف كبت وستو تنكرن سنابكا انيا سلامنا انيا تينانا انيا إلا نبت ميالن الناس بالن نقر قن عاكل طويزوني هلال. نسأل الله السلامة والنجاة. أسرستن انياو ككبائر الذنوب مكاكل كبرنو كرات قرنينات مكرارات من تبارر يه حرامنا كبار ونجل مهونون ميام الكتوب بركات تمر جاو تشالو النزان النيستي. الله عز وجل ماذا قال؟ قال الله في سورة غافر: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله من إلال نبي الله موسى كون دهلو إني عذت بربي وربكم بنانت قيتات اتبك علىه إنالك كمن من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بكيان دان دكورنيا كيان دان دكورنيا بالله سم اتبك علىه من أنت قرنيا بيوم المراون إلت ما من به كون قرنيا بالله سم بنانتنا بنيجي تاسم اتبك علىه تملكتون قري ما اتبك أعوذ بالله كذا قال عند سو يا نجر كفونا مالتنا يا نجر متفونا مالتنا نبي الله موسى ككرات إن كقرنيا بالله سم يتبك علىه إيه قرنيا بهري من دنو يوم الحساب نعمنهم يوم القيامة قرنيا مترشوا قرنيا مدارشوا آخرا مكارنا ما استوعب له. نسأل الله السلامة والنجاة يان دندو آخر بآخرة كما من قرنيا بالله سم يتبك علىه أم ياسين من دنو إنيام أعوذ بالله من الكبر والمتكبر مالت لم يقبان يا سينا ككراتنا كقرنيا الله اللي تبكن مما سنندل بن يهنكز ياسر الدان. وقال الله إنه لا يحب المستكبرين قرنيوچنا كراتنيوچن الله يود ميلان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يتبختر في مشيه عند سوية يهدي اللي تنتبار رسي قوازالو إذ خسف الله به الأرض الله مدر أسد تمبتنا مدر نتوت على الرقالو فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة الزامر الرسط يتمزق الزق يوردي قنيال قيامة هسكي قوم كان رسال رسول صلى الله عليه وسلم تملكتو يكرات نتو بزاد كما كراتو يتنسى كما قرروا كما انتبعرون يتنسى الله وسطو كفو سلوني يسويه الله عز وجل يكتاو قطات يبرتان يتنكر هنا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كذلك: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بزي حديث لي
نبي عليه الصلاة والسلام من الألو حيا لنا قرنيوت يوم القيامة عند جوتان هنو جوتان مسلو ناكلو يكسك أسالو يوم القيامة كورتو عن نبرة يبلاين تسمتاتشو يرنفو عن نبرة دنيا لك نزيها أسفها الله أني تارجو يكسك أسالو عند جوتان تنان شونو يكسك أسالو لالو كزاس يطأهم الناس سوش بك اللالو يرقيتو يالفو أتشو لالو يغشاهم الذل من كل مكان وردت يتباله اللو بياك تأتشو يكب باتشو علي شفنا أتشو لالو رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابو هلا جهنم مست بولس يمي بال وين بولس يمي بال سر بيت على الزي ورور اللو كذاس يجهنم سوتن يأجنا يمقل تركب يندي تطوين درقا لالو المصطفى صلى الله عليه وسلم قريه يه يونجل كفات عسك أيام النت ياسينا سنتو نوسو سنتو تشاتنا من كرب الله من مريا يهيكو نورمالي بس ولا يكرا يمي قد موقطاتنا با الله لا يمي كرا السو حق لا نمسمات يمي تبرر السو نبي عليه الصلاة والسلام وده في تيمات قال لنا لونة تنيا كرات مالت من اندهوني ناقر اللو حقنا لما قبل سو النقو مايت كفة تنيا كرات مالت يهنو حق سيمات قال لت عند اندو ان انت زور بلو كزي قال قبل الميلة ان انت اندزي ناتشو ان انت اندزي ناتشو انت عبتان بالتهول ملكتون ميادرس الله دهابي هون الله زند سقاد اللهم درجاو أنت زننا بالتهون حقنا درس الله سو زنا بينورهم قا مكة بل يقدهنا يا عبد الله مكة بل يقدنا مكة بل يقدشنا يا أمة الله قال بعض السلف أول ذنب عصي الله به الكفر الكبر من قالوا أن العلماء وجه بمجمّرها زه مدر لاي الله لا يتعمّس أبت وانجل بنور كراتني مجمّرها يمان كراتي أبليس انديه لنا الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين من الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ملائكة وچن لآدم سجود وردو بالنجزه اللون هنا تعوس هالاتش فسجدوا الشبلو سجود وردو الجنسو إلا إبليس يترقمو شيطان قن أبا أنبياء لالله واستكبرا كرن يامون كرم وكان من الكافرين وتيتوا من هنا ككاديان ككاديان هنا إلى الله عز وجل أنبي بمالتنا بمكراته يتنسى لمن تدرقه لكفر تقبزه وتيت كفر هنا نسأل الله السلامة والنجاة يزينة الكفر علماء وش من يلتال كفر الاستكبار والإباء ينبتين نتنا يكرات كثدتنا نسأل الله السلامة والنجاة سنتنا وحق يمتالت ألف اللقم يميلو يمي كراو يمي تبررو إن يكون الزهن النيلال إن يكون الزهن النيلال يانت إن كمان إن يومي يبلتم يا عبد الله أنت زره زره يا الله باري أنا زره زره كيف توتبت على يتفترك زره زره بشنت موجة هلت كزينة يوتها ما نن يوم يسولج مالت هلهم بلفبت يالفال يسولج من يزون ميكوراو بوستو كوشاشا تشكمو يزوري يكورال يسولج لمن دن يميكوراو بمان لاين يميكوراو مان لاين لكوراي قبال ما نمسو لا يمكراتي اللبتم الله بتشانو لكوراي ميشلو فله الكبرياء والعظمة لكنا نايبلاينة يسنو الناجل في علا فمن استكبر على الحق لم ينفعه إيمانه كما فعل إبليس حق لا يميكوراسو ما منو من ما يتقمو إبليس لا درقو ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه مسلم ما نم جنة هيك بأمان من يوم قلت من أيت بحر يالو لبوست كنتات يأكل تجيد كرات انكوان يا
የጮጣንን ክብደት ያክል የሚመዝን ኩራት ልብ ውስጥ ያለበት ሰው ቅንጣት ያክል ኩራት ልብ ውስጥ ያለበት ሰው ጀነትን አይገባትም ማለት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቅጣቱ የበረታና የጠነከረ ነው ማለት ነው وقال تعالى اللهم انديه لال ان الله لا يحب كل مختال فخور الله سبحانه وتعالى مختال في مشيه فخور في كلامه بلقق بأكاهدو يمين تبرر يمين زل يزلل يكرى يمين هيد سونا بلقق رو قرى يمين زان سو قرينيانا كراتينيان الله سبحانه وتعالى يودم الله قال وددوا من دنو يوتو الله قال وددوا من دنو وطيتو اصبوا تنكري من اني يكفى وطيت اندمي تبقوا اصبوا وقال الله عز وجل في الحديث القدسي نبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من آله قال الله تعالى العظمة إزاري لكنا يني شرطينه والكبرياء ردائي كراتنا يبلاينت يني كتانو عند كتاك لا يمدرمونو فمن نازعني لكنا لن يندشرطينو كبرياء يبلاينتنا كرات يني كتانا كلا يملبسنو عند زانو لني فمن نازعني فيهما ሊቀማኝ ሙከራ የሚያደርግ እነዚህን ነገሮች ሁለት ነገሮች ሊጋፋኝና ሊቀማኝ ሙከራ የሚያደርግ አልቀይቱሁ في النار ወጤቱ جهنم ላይ ነው ወረውረው ለምን ይኮራል የፈጣሪ ባህሪ ነው ይሄ ኩራትን የሚፈልግ ሰው የፈጣሪን ባህሪ ለመላበስ እየታገለ ነው ስለዚህ ዋጋ ይሰጣዋል الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وآله وسلم اختصمت الجنة والنار أهنم جهنم الناس تكركروا تتكات تكوالوا فقالت الجنة ما نبلت ألبامي لونه جنة من ألا جنة من ألا تلالو الله كجنة سغوتي هذا القنن ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم لم دنوني قاء የሰው ከሰዎች መሃል ደካካማና እዚህ ግቡ ማይባሉ ሰው ዘንድ እንደ ትንሽ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው ኔጋ የሚገቡት وقالت النار እሳት ደሞ ምን አለ اوثرت بالجبارين والمتكبرين ጉረኞችና ሃያላን እና ኩራተኞች እኔ ላይ በመግባት ተለይቻለሁ ትላለች فقال الله تعالى للجنة انت رحمتي وقال للنار انت عذابي الله اتكراكر على جهلتنم جنتنا مساتنم جنت هوي ازنتي نش يمازنلتن سو ما صرف بش حجر نش على جهنم دمو انت قطاينه قطاتينه يتقطاهوبتنا اما الفلغون سو اما صرف به حجرنا على الله سبحانه وتعالى يجي كرات حرام هونن እነዚህ ማስረጃዎች በግልጽ የሚያሳዩና የሚያስረዱ ናቸው ልብ ያለው ሰው ማስተዋል ለሚፈልግ ሰው እነዚህ ሁሉ መረጃዎች አይደለም አንዱ እንኳን ማስረጃ ከተቀሰለት ይበቃዋል አንዳንድ ሰው የኩራት ባህሪውን የኩራት ተግባር በትክክል እየተስተዋለበት እየተነበበ ፊቱ ላይ ተግባሩ ላይ እየታየ ተግባሩ ላይ እየታየ ለመሸወድና ለማታለል የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ለዚህ አይነት ቢጤዎች ይህን ሐዲስ እናሃቸው እላለሁ። سلام بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه مسلم من هلال أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. يونا سويه رسول صلى الله عليه وسلم قال في اللفت كتشالنا بأقرأ الجمبلات جمره. قال له كل بيمينك بكأن يجزه بلال رسول صلى الله عليه وسلم. قال لا استطيع الشلم ماله لكني جي مبلات الشلم عندنا زمانات نو بقني جي يبلال بقراجو يتط عندنا سيبال بك عندي لا ارجع لكم مسلم قال هونو سوت يوسدوا بحري نو كغرنيوچ يوسدوا بحري نو عندان تچاواچوچ بقراجاچو يتطالو اسو يتطال
ما أن أرانا مري ما درج أن لبت ما يكسن سؤال سبحان الله نبي عليه الصلاة والسلام ملكا ما أرايا هنا ويالله أما يكتل سن سؤال من على سلام من الأكوع فقال لا استطعت عدت تشال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا مكنيات دعاء رقبة مكنيات سينا قرمنا له ما منعه إلا الكبر كرات نجي كلكر نجري لهم على كلام يسباله سايت الكرت هذا لهم بكن يجد مبلات عقتو هذا لهم تسنو هذا لهم سايت سانو كرتو يمد مو بكن يجد مبلات عقتو هذا لهم نجرجن كرات نجي كلكلو بكن يجد داي بنا يوسطو يالله كرات وسطو يالله تبيت نجي كلكلو لزهمنا ورسول عليه الصلاة والسلام دعاء للرقبة فما رفعها إلى فيه بعد كزاق زي جمرو كأن يجون من سات ودافو ما يعني من سات الشالم باراليزون كر اجو تبلاش خلاص لمن كراتنا ونيك لكلو هي حديث عندها تلك مستارين يميهون المان نبوست كراتون يالا نرو لا الله ما يتازق لا الله ما يسجد لا الله ما تسجد لا الله ما يورد لا الله حجاب ما تلبس لا الله ما يتعززوا سواج لا الله عز وجل من مرأج ما يسهتوا يا نبينا عليه الصلاة والسلام ملكت لما كبروا سواج أن نشلم ألتمتشنم يالوم ياتاللو وستأتشو بكرات يتمولوا سواج يزينة الحديث درشا على الله تشام ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سوستان السويتش الله يوم القيامة برحمة عنايتهم كونجل ما يتعراتهم أصحاما مكتعت على الله وانونا منالو المسبل لبس يميسرزم وند بل إلى حديث لا يم منالو ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار شرطم يهون سوري كقرطومچوم يتيوردا يا ساعتنا له رسول الله عليه السلام عند عنده سو ابو بكر ما وردوال انتنا ما وردوال شجر يلهو مياله يناكرن ابو بكر الصديق رسول الله عليه السلام تزكيه ستوتال انت بغرى متارك سو ايدلهم فلغوتم ما نلم يسبسبه نم يوردو عند عند خاص يهون احوالوچ قالو وانا ما سرجا يميونو يا نبي عليه الصلاه والسلام نغغرنا تكبارنا أصلاً أن حديثه لها رواه لأنه من تعالى ما سرزم رأسه كراتنا بلا على المصطفى صلى الله عليه وسلم هي كرات عند ملكتنا وإلا لم ننم يسرزم وسويه عذر كان له وعلا كان له رأسه نيشالنا عذرنا علا كان له وقل له رأسه زنبل وعذر يردر أبو بكر ميلان أين أنت من أبو بكر الصديق أين إيمانك وإيمان أبو بكر الصديق يا أبو بكر الصديق إيمانك ورسول صلى الله عليه وسلم كان له إيمان قابي وردر يسوي بلتالي ألولتنا وأنت من وأنا من وأنت من أن يمن من أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إن زابر كنا مرتطول الدوش مسكرة درقان إنيا إنيا دك متاتنا نشفن بطن مكرا لن لا والله كلا وحاشا لهون يشنم يا الله أنا ملكت إنيا من مريم أبكى من أمي بلت أمي أسكبرنا نقر قن سويتين متكموت لكرات اللون يتاوك على المياس رزموت النامي كوتتوت سو دينك أتشو سو زمنام يعد الله من دايل أتشو لسو سيلو يا الله من مريت أصال سو يتدر سال يتم عدرسهم بيادنكهم بيتلاهم بيودهم بينكفهم يعونو سو آخر علي يميش أمر الله من منقري الله وردتنا أرقام بهون شيء سلزي راساتنا ككرات متأبك ألبن ككفوا كراتو تشلو يكفوا بأ الله دي الله ما كراتنا حق الله لما كبل ما كراتنا لزينا النبي صلى الله عليه وسلم الكبر إلى الكرات مالت بطر الحق حق ما ملسنا وغمط الناس سوى المناكنا يهين متنككين وربنا الله يطبقا هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.